No, but Germany is the special for the people who are Germany. Les joueurs sont venus, ça fait plaisir à tout le monde et c'est un geste qui était important, n'est-ce pas, la fédération ou la Ligue. جيتك اجواء داخل تبارك الله الصراحه لورغانيزاسيون كلشي مزيان شفنا دي جون كي سون سيتوياسيون ان بو ديفيسيل مي فوالا اون اي فينو بور دوني ان بو دامور اي ان بو دو بوزيتيفيسم بحال اللي كنقول يشوفوا ملي حتى حنا معاهم وغنديروها اما هنا اما عندنا نغفلينا ان شاء الله الجمعه مي بحال اللي قلت فوالا اوجوردي ليكيب ناسيونال لابارتيان تو الموند وتكون مزيان ملي كنقول ا تو الموند هي ا تو الموند وملي جينا في ان كومبلكس بينيتونسيير سا فو فريمون دير الفرقه ديال المغاربه كاملين عجبكم المغني الاخير اللي غنى بالراب كاملين عجبونا صراحه لورغانيزاسيون لي في اللي غناو لي غارسون اللي غناو كلشي كان مزيان وشفنا ملي كانوا فرحانين يشوفونا دونك فوالا سي بلوز امبورطون حطينا شويه ديال لامور وبحال اللي قلت بوكو دو بوزيتيفيسم وهذه اللي مهم هذا بالنسبه لهم درس لهم هما وكنتمنى انهم يديروا عقلهم باش هما يكونوا عايشين حياتهم مع والديهم مع عائلاتهم ومع اصحابهم حتى هما ويخرجوا ويخدموا على راسهم حتى هما الله يطلق سراحهم ان شاء الله. تتشرف اليوم المندوبيه العامه لاداره سجون وعدات الادماج باستقبال اعضاء الفريق الوطني والطاقم التقني في اطار فعاليات الجامعه في السجون الدوره الربيعيه. هذا الجامعة التي اختارت لها كموضوع الرياضة بالمؤسسة السجنية إعلاء للقيم الوطنية ودعم للتأهيل لإعادة الإدماج. هذا اليوم وكما لاحظتم سيبقى مشهودا في ذاكرة سجناء المؤسسة السجنية لما له من أثر إيجابي أكيد عليهم في المسار التأهيلي والإدماجي لهم باعتبار أن الرياضة في الحقيقة هي التي تمرر مجموعة من القيم الوطنية والقيم الإيجابية وتعمل على تحويل الطاقات السلبية للسجناء إلى طاقات إيجابية. هذه الدورة من الجامعة في السجون هي الدورة 12 وكما عودتنا الجامعة فإنها دائما تختار مواضيع ذات رهينية وموضوع الحالي للدورة 12 هي موضوع الرياضة لأنه دور رهينية خصوصا في سياق الإنجاز المتفرد والغير المسبوق للفريق الوطني بحيث أنه استطاع كأول بلد إفريقي وعربي أن يمر إلى الدور النصف النهائي من مونديال قطر.